يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول دخلت مع الإمام لصلاة الفريضة في التشهد الأخير، فلما سلم وقمت لأصلي ما فاتني سمعت جماعة تقيم الصلاة، فحولت هذه الفريضة إلى نافلة، وعندما سلمت من النافلة دخلت مع الجماعة الجديدة لأدرك فضل الجماعة، هل فعلي هذا صحيح؟ أحسنت في هذا، هذا طيب، يجوز أن الإنسان يحول الفريضة إلى نافلة في مثل هذه الحالة، يصلي مع الجماعة، طيب هذا، نعم.